قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش بزيارة ميدانية إلى إقليم بركان لتتبع مدى تقدم عدد من البرامج والمشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر. وتوخت هذه الزيارة تعزيز الإنجازات المحرزة وتسريع تنفيذ المشاريع الجارية. نزول لاغوبول اللي هي المنطقة الصناعية ديال المنتوجات الغذائية واللي كنشوفوا بان الله والحمد لله فيها واحد التنمية وكاين فيها مشاريع اللي هي جد مهمة كتهم البذور المختارة كتهم كذلك يعني صناعة ديال العلف لواحد لاكوبيراتيف اللي كتستعمل الحليب هنا في المنطقة وكذلك يعني المحطة ديال التلفيف اللي غادي تلعب واحد الدور جد مهم في التلفيف ديال الحواميد. هذا المركز عنده واحد الأهمية كبيرة نظرا لما سيقدمه من خدمات لفائدة الكسابين. كما كتعرفوا الجميع بأنه كل سنة الكسابات يكون عندهم مشكل في تجديد الفحول ديالهم ديال الأغنام وديال المعيز نظرا للأضحية ديال العيد إلى غير ذلك. حنا هذا المركز هذا ان شاء الله ديرنا باش نديروا فيه التلقيح الصناعي كتقنية جديدة باش نحسنوا المنتوج الوراثي ديال الحيوانات. ومشروع القطب الفلاحي لبركان أعطيت انطلاقته سنة 2011 بتكلفة إجمالية تقدر ب 361 مليون درهم على مساحة تبلغ 102 هكتار منها 6.8 هكتار مخصصة لقطب الجودة للمنتجات الغذائية. ويرم هذا المشروع تحسين إنتاجية السلاسل الرائدة في الجهة وتحسين قيمة الإنتاج الفلاحي عبر الصناعات الغذائية، كما سيمكن الجهة من الاستفادة من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ويضع رهن إشارة الفلاحين شباكا وحيدا يوفر جميع الوسائل والخدمات والمهارات المطلوبة.